السلام عليكم ما يتم هذه السماء من ما قتل لام قعدت في لان العالم وهي مسون لدي الفيستيفال نقبوش لا تنتمي ودادية تشرفت للبيئة والتنمية لا دوزام ايديسيون يدون لدي المعرض صناح نستنى في واحد ميتن مجلس نتوس لا دوزام ايديسيون واش لاش انا الرواج واش الفرق ما بين ليديسيون اللي فاتت نواسو المهم بعت فيا كرنا ربعان الشبان نطمان المهرجان يا لالا السلام عليكم مصطفى بالخيري كيرحب بكم في لاسباس سوفينير دو فيغيك دونك كما كتشوفوا هذا لو ستاند اللي سبيسياليزي لي زارتيكل سوفينير دو فيغيك بما فيهم بورتكليات السوايع كلشي بيرسوناليزي ا فيغيك مرحبا بكم وكنشكروا بزاف وداديه تشرفت على هذا النظام هذا وهذا الاستقبال هذا كنشكركم مرحبا بكم شكرا ها مليح كلشي مليح لا عطيهم الصحه الواشون لا عطيهم الصحه كيف الدان لا عطيهم الصحه قاع ياك نتمنى ان شاء الله هذه راح هذه راح دائما دايلو زايد الحوايج داي بنادم يتسمع تاني تقل ياك نتمنى ان شاء الله راح لك الحوايج هافو حنا تطور نصافوح ياك هاك الجمعيات ان شاء الله قال يخدمنا نتمنى غاز نزيد نخدم نزيد زايد نصافوح نخدم فهمت ايوا ما نينا العرق الشان السؤال بارابور اسكواس اللي فاتن على حساب على حسابي المنظر سي شنو اسكواس المنظر نصب عليه عجبت المنظر بعدا يزايد افوح يطور افوح تفهمت يطور شنو تافوح يعني تمنى دائما وكان على حل القديم يعني نشكر الواشون كاملين سيد الرئيس عبد الغادي ها نتشكر قال وكيسيلان نتشكر قال الوداديه الجمعيات الوداديات هاك تشكر هذا فهمت ايوا ان شاء الله يحلق الخير ان شاء الله السلام عليكم نشكر الوداد يد تشرفت لاختي وشان الفرصس من نساهم وكل معرض الحمد لله نساهم المعرض نسيني نجح 100% تاخد واسو الحمد لله لان شاني منخ الحمد لله لان زنوز تينينو زيزا بوفقوس الرب تفلسي حرن وريف تازولت شهادة خيرية إلى معرض فاتن لا يويدا ليكم الشراس تختم زوات ساداتي يا لالا ساداتي هو انتسان مشكور جمعية تشرفت نتمنى المعرض أقبوش عرضتي في الله دو فنان دو تاجر دو جميع الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية مهم ونتعاود نشكرين بزاف ناخي عاونا أمنا نعرض المنتجات نخني في اللاحن شني كيف اللاحن لغن نخدم المنتجات سينيت قل أنواع النساء زيزا دو بوفقوس غراس دو بوفقوس دا العصيان الحمد لله نزنزافوح مزيان ايوا نتمنى ان شاء الله كاع المنتوجات تينو الخضر تيني دوين محليه سي العرجه نشني فلاحن يعني طبيعيه بيو زيرو ماشي سينا زيرو كيماويات كلشي طبيعي والحمد لله نتمنى ان شاء الله تطور النجاح المعرض النخ من جمعية تشرفت السلام عليكم كنشكروا جميع الاخوان واهل فيغيك بهذا البرنامج وبهذا المهرجان المحلي اللي اقبوش وكذلك جميع المنتجين كما كتشوفوا ان اهل فيغيك كيبرهنوا انهم ان فيغيك ارض معطاء
كما كتشوفوا انواع التمور انواع الخضار، وهكذا اهل فيكيك يرفعوا التحدي من اجل الاستقرار ومن اجل التنميه المستدامه. وهنيئا لنا وهنيئا لكل اهل فيكيك وكل الزائرين لمنطقه فيكيك، وشكرا وتحياتي الخالصه. السلام عليكم. نتواجد الان في مدينه فيكيك، هنا فيكيك وجايين من الدار البيضاء، كابرين في الدار البيضاء، ولكن دائما ترجعوا نجيو لفيكيك بالمناسبه، ولا سيما مناسبه ديال العيد النبوي كل عام، تحصلنا الفرصه باش نجيو نحضروا في هذا الجو الاحتفالي العائلي ما بين القصور وما بين هذا. وتن كما تشوفوا بانه كاين واحد الرواج ديال الحركه التجاريه يمكن لا، وتيجيونا الحباب قاعد تيتشوفوا، تحيوا الرحيم اكثريه اللي تيجي من الخارج، اللي تيجي من جنوب المغرب، من الشمال، من الشرق، من جميع جهات المغرب، وتيتواصلوا هنا في فيكيك وتيحيوا الرحيم. نتمنى بانه كن انا واحد اللي كل عام تنجي، وتتمنى كاع الناس اللي يسمعون داك الشيء يبقاو على طول يجيو، مرحبا بهم عندنا في فيكيك. السلام عليكم. كما لاحظتوا معنا رحنا متواجدين هنايا في مهرجان اقبوش بمدينه فيكيك، جينا من الرباط باش نحضروا لهذا المهرجان الكبير اللي هو راه امبيكابل صراحه. انضماتوا الوداد التشرفت للبيئه والتنميه. بهذه المناسبه كنشكر كاع لي مومبغ اورغانيزاتور وكاع الساهرين على انجاح هذا المهرجان، وكنتمنى لهم التوفيق. وكما شفتوا معنا في لي لايف اللي دازوا سواء في فيسبوك سواء في يوتيوب، يعني راكم شفتوا كل شيء، الامور راها مليحه. حنا جينا من الرباط، كاين اخوان جاوا كاع من دبي فرنسا باش يحضروا لهذا المهرجان، ونتمناو الناس اللي ما حضروش معنا يحاولوا يحضروا معنا العام الجاي، لان فريمون هذا الشيء راه على هوتور. نتمناو الوداديه النجاح ومزيد من التألق، ونقول لهم بون كونتينياسيون وشكرا. Hello and welcome. We are here in the main square in Fikik, in Tashrat especially. We are enjoying the time in here, and people are celebrating the festival of Aqbush, which is really organized by the Tashrat Association for the Environment and Development. We wish for them a big good luck and prosperity. And we hope that all the Fijian comes in here all the time to share, to encourage, to promote the event. And thanks for the organizers from the whole Fijian, especially the people who belong to the organization. And thanks again and good luck. فرق الشوايد العارضين المشاركين اللي شاركين شوايد تقديريه تتشجيع لهم، لان من الضروره باش نمشيو للشوايد وما تزيدش تنسى المعارض اللي تشاركن باش تنفع المستقبل، بان زعما شحال شاركني المعارض خير الله مزيان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى كلمة الدكتور بريس محمدي وثيق التنمية مدينة فاس، استجابة لدعوات مدنية تشرفت للبيئة والتنمية. واحد الشكر جزيل للأعضاء الودادية في ناحية التنظيم، في ناحية الجودة ديال هذا المهرجان. كما كتلاحظوا معنا في ساحة تشرفت هناك معرض منتجات محلية، معرض نزل الهمان، معرض نتيني، عزيزة، بوفقوس، العصيان، قال أنواع اللان، المعرض نكوتو بلان، المعرض الحلويات اللي تجي تشجيع الاقتصاد المحلي لتمنية النخ. شنو حاجة نلاحظ اللي هي مشكورة جدا وهو القوة الاقتراحية الولادية، كذلك من ناحية ديزاين النص، يعني واحد المنظر صراحة في غاية الروعة. حاجة تلاحظ النخ ديما الجديد وهو الجروب اللي مزوان. الأغريدة سميتو أن سي دي. فوالا سي لو سي دي. كوجي بيان ايمي ديال جنس تعتبر جنس الحفاظ على الهويه الامازيغيه، الثقافه النفيه،
اخذ يما الوالد النخ هذا سيدي البركات في هذا المناسبه ديال ذكرى مولد نبوي الشريف تمنخ كطبيب يعني الصحه والعافيه لجميع المرضى. وكذلك الشوز اللي كتخف دائما المحاضرات هو المستوى الثقافي. زيك طلع معروفه مدينه فيكيك يتجن خط باش تصنخ محور الثقافه فاس فيكيك تلمسان الاخت كطبيب هذا وجهه خش نقطه المستوى الثقافي والشمس تي جميع المحاضر النخ انوش يتجن وقت ما هو علمي ما هو ثقافي نطمخ محاضرات حول سرطان الحنجره كذلك حول داء السكري ونتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع. واكيد جبنا اصداء من مختلف انحاء العالم حول نجاح هذه النسخه الثانيه والعام الجاي غيكون ان شاء الله افضل بكثير. شكرا جزيلا. السلام عليكم وداد المشغل الزنان طوف سلان كدسول تنقيريد كل هاللي يخسادي هادي سغتي جلابيين يسغي سلهامن يسغى اللونداسي عجبان ولكن يدو هام يدو كل هاي موتر يسلهامن جلابيين المعريض لما نسيت تسيت جن براني أمن على يتسوق والاتفاء ما نزك ستياوي ولا ماني على يراح تيزنا كل هاي لايف فريز دوان جلابيين إيتي التارت ولا تيواش ونين ونين تقشرة قون تقشرة أتقتنت هاد المند حتى أتقتنت القطعة تنجلابي تزي ساعيني تشان حيجة تام الجاكيطة تام شان نحواج نتروا كارد نخبرات هذا هذا هو عندي كويني الفصالات نتمنى يخلي الوداديات هذا خدتو شي تجني محل ان شاء الله باذن الله وان لم نضيقنا فوحا خصي تجني قيسم ما خدايش نتغمرت لان يدو قرن ختماني الا ما قرنش من خصها نسغ ونتف ما يساده سنيني خصها نخلي الوداديات اختي تجني مقر دي جنة عيشة منتحانة نخشى نقارج أن في بنادم ميتيوس المبراني هذه يفمني عليه السلام. السلام عليكم اسماعيل من فرنسا من الديار الفرنسية اوني فيني ici à Figuig pour célébrer العيد المولد النبوي avec الناس ديالنا de Figuig. Je suis d'origine de Figuig من قصر ديال الحمام التحتاني et on est là avec كاع الفوقي كاملين كاع القصوره كاملين pour fêter le Maulid Nabawi. Cette année était un peu spéciale parce qu'on a eu la Fantasia pendant 3 jours. C'était excellent. Ils ont fait pas mal de trucs au niveau associatif. Ça a été super bien organisé et ça passe très très bien. Et puis en espérant l'année prochaine que ça soit meilleur que meilleur et que pas mal de monde puisse un peu se déplacer pour donner un coup de pouce pour cet événement qu'on espère avec le temps soit un événement qui va ramener du tourisme et qui ramène aussi les gens de Figuig qui sont un peu partout dans le monde, soit en Europe, soit aux États-Unis ou bien à l'Asie, et même pour ceux qui sont au niveau intérieur du Maroc, Casa, Rabat, Meknès, Marrakech, Oujda. Et ça serait super bien de donner un coup de pouce à cette région qui demande beaucoup d'aide au niveau logistique pour qu'elle soit meilleure que ce qu'elle est maintenant. Bonjour, Anna, c'est la première fois ici à Figuig. C'est une nouvelle découverte. عرفت الطريقه صاحبتي صافي ناتال وسكي ما انفيتي افنير هو مناظر طبيعيه اللي عجبوني بزاف غير باغ لي فوتو هوروزمون جي كوانسيدي لو فيستيفال اللي كيديرو كل عام هيير جي اسيستي لي سين وكانوا لي فيو دارتيفيس سبيكتاكولير حاجه اللي عجبتني بزاف هي لا سيكوريتي و اكتشفت ان هنايا المراه عندها واحد الدور فعال كاين بزاف ديال الجمعيات و جافي تو مودا فيزيتي فيكيك حيت مدينه زوينه بزاف و جو سيغ غادي تعجبو. السلام عليكم الحاج نخصدايش كنستنى على حساب المعرض تلاين توفيي نخصداي رايي مش داش ديو سايو ما نيتمو تردي عجباش ما داش نعجيب المهم انا كنحمد الله وكنشكروا الشباب اللي قاموا بهذا الانجاز راه شيق مزيان زعما ماشي في المستوى
وكنتمناو الاستمراريه وكنطلبوا لهاد الناس اللي كينتقدوا ولا اللي كيقولوا لا لا يجيبوا البديل ولا يديروا هادو بداو خصو يشجعوهم وان شاء الله نتمناو التوفيق والمزيد. شي عجبت المهرجان نشني قاده بالنسبه للمهرجان تكيل المولود للعموم وكما يخصنا تسادي فرج مرحبا نشي قلان ديال البران ولا يتخلاني مرحبا ويتالا ناس مرحبا بهم قاتي زنان مرحبا بهم يتمني مالا تكون هلا يساهم في الخير الناس وكون ساهم في الخير يساهم سيمين يساهم صدار الناس يساهم كل شيء نشني قان نشني ترى عدايا نسيد الميلود اتياس نفرح ديس نزاديس نشي قان خص المنظر داين سيد الميلود مرحبا وتغرخ يوسن شقات ميت نسيماني سلماني مرحبا بهم نشني سبارك الله نات ماتر داين الخير هايسان سبارك الله هالملعب سبارك الله قاتور ارديس تونيس كلها الله يحفظه الله يحفظ الشباب كلها الله يبت قيا غير من يفيي الله يبت سبارك الله كلها الله يحفظه كلها الله يحفظها يرتهل دارها من يخص ان شاء الله صدرتها انت دوار رمس نشني سبارك الله شهادة سكوسان المهم تنخ نشني تسرفقت المولود لا يخلف على عباد الله كلها مرحبا بيه كلها مرحبا بيه عقبال العام الجاي ان شاء الله حتى سميت ان شاء الله تفرحنا المهرجان مزيان تبارك الله دائما منظر قادايلان ما دختينا الشباب عن مفوع بالغاني قن الشباب دائما نكفيه تبارك الله لا نخسر لا نخسر دختينا نوامون شني حق الشهادة سكواس شهادة سكواس بالنسبة لشني توت المولود وجار على نبقى نشني قال على ما تغر نختاس قاوم تريحتي كنتي تارس والو مرحبا هذا سر زمخ الف مرحبا الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرصادين. نحن كرئيس ودادية تشرات البيئة والتنمية نشكر جميع من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا المهرجان في نسخته الثانية مهرجان أقبوش. أتمنى لكل الناس أنهم استفادوا واحتفلوا وابتهجوا بهذا المهرجان ونتمنى أن يعود إن شاء الله في حلته الثالثة أقوى وأقوى وأن يستفيد جميع سكان فيقيق وساكنة فيقيق من خيرات هذا المهرجان وإن شاء الله الرحمن الرحيم. نشكر جميع اللجنة المنظمة نساء ورجال وأطفال ونتمنى لكل الناس كل الخير والنجاح والتوفيق بإذن الله إلى النسخة القادمة في العام المقبل إن شاء الله وبحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا.